هذا السير اليومي والحديث الطويل والجلوس لساعات وساعات في أركان ساحة اعتصام الديوانية تعودت الدنيا عليه، وهي تجد التشجيع من أبيها المتعب رغم كبر سنه، حيث طالبت هذه الفتاة خلال حديث لها وهي بعمر صغير جدا أن يعيش العراق عيشا آمنا وبسلام، مع أمنية خاصة بأن تنعم مدارس البلد بخدمات جيدة. إلى ما أني وإنت وغيرنا نطالب بحق مالتنا، يا لي طالبنا ما حد راح يطالب. يعني جيش لنا والدي ما كمان هنا، نريد احنا امان، نريد نستقر، نريد نعيش عيشة زينة. شفت هنا الشباب كلهم يعني كلهم يتظاهرون شردون. يردون مطالب حقهم. اول متوسط شاطرة بالمسج؟ شاب. شو محتاجين احنا بالمدارس اليوم؟ احنا محتاجين واحد يقرأ ويكتب ويركز على دراسته ويقرأ امتحانه زين. والمدرسة شو محتاجة؟ محتاجة رحلات، تنظيف التواليتات، هاي يعني هي مو نظيفة، صبغي ونراد لها. فسحة الحرية أيضا كانت مجانا لهاتين الشابتين بأن يظهرن للناس ما يمتلكن من موهبة في أصواتهن، فشاركنا الشباب في عروضهم المفتوحة من رسم وشعر ومسرح بأغاني وطنية تمرنوا عليها وأكدوا بأنها لاقت ترحيبا من الحضور. جينا هنا نقدم رسالة من خلال صوتنا، أكو عازفين وأكو مغنين، فلذلك جينا هنا نقدم رسالة بصوتنا على مود كترفيه للساحة، ويجي أكبر قدر ممكن من الناس. من بعد هاي الثورة صار أكو شوية انفتاح، فصارت عادي إنه البنات يطلعن بأريحية تامة. إحنا مجموعة فنانين إجينا اليوم لهنا، يعني هذه أصواتنا اليوم تعبيرا عن الحب والحرية والسلام. عندنا غناء فقرة و مسرحية عندنا، وعندنا رسم هنا وموسيقى. مجموعة الشباب عن طريق مواقع التواصل، يعني احنا مجموعة اصدقاء من القادسية، فاتفقنا اليوم انه نجي لهنا نأدي فتشي. لوحة فنية يشترك بها كل صاحب مسؤولية لأجل التأكيد على سلمية الخروج والمطالبة بالحقوق. من الديوانية محمد حسن، قناة التغييرات.